منصة رياضية وسبعة رياضة كبيرة وعدوا قيمة مضافة ليس فقط زي قناة السويس ولكن للرياضة في مصر. كنا عن أهميته فعلا وما هي البطولات التي ستستقبلها الهيئة قريبا إن شاء الله. طبعا احنا فعلا زي ما بنقول صرح كبير رياضي جاهز لاستقبال كل البطولات سواء العربية أو المصرية. طبعا حط المايك بتاعك يشرف هيئة قناة السويس والإسماعيلية ومصر كلها. صرح البلد مدة 3 سنوات على 86 فدان. في هو عبارة عن قرية أولمبية فيها الاستاد طبعا اللي بس 21,000 مفرج، في مجمع حمام السباحة، في الصالة المعطرة، في ملاعب الهوكي الدولية اللي تلعب عليها فعلا اوريدي بطولات، يعني في 6 ملاعب للخماسي، في 3 ملاعب لكرة القدم لفريق كرة القدم، في مهبط للهليكوبتر لطيارتين. كل دي إمكانيات وقدرات موجودة في الاستاد يسمح فعلا إن يبقى مشرف للبطولات كلها سواء كانت المصرية للفريق القومي أو للعربية أو للفريق. سيادة الفريق يعني شايف القرية الأولمبية رسالة مهمة على الدور اللي بتقوم بيه هيئة قناة السويس في الدور المجتمعي طبعا في مدن القناة وفي مصر عامة. خلينا نقول إن قناة السويس ما بتبقاش بطلة المجتمع اللي بيحيط بيها أو اللي اتشقت قناة السويس من خلال يعني زي ما كان مدينة الصعيد مدينة الإسماعيلية مدينة السويس اللي بتقدم فيها خدمات كتير جدا سواء كانت توفير الإعلانات أو في الظروف التشغيل المساعدات لا قدر الله حصلت عواصف كل حاجه احنا بنساعدهم المشتركين. النهارده احنا عملنا الاستاد دوت كان مقصود بيه انه يخدم برده 3 مدن، يعني بجهز ان هو يخدم 3 مدن، يخدم الفريق القومي صرح يشرف مصر كلها ويشرف قناه السويس اللي هو معمول على ارضها، يعني فده اللي كان مقصود ان احنا نعمل هذا الصرح. نقدر نقول ان هي جاهزه لاستضافه بقى البطولات والاحداث العالميه الرياضيه دلوقتي، يعني بيستحسن الرئيس ليها هي جاهزه لكل البطولات. هل في حال طلب مصر استضافه كاس العالم؟ هل سيد القناه سيكون من ضمن موجوده في كاس العالم؟ اكيد طبعا. احنا لما جينا نعمل الاستاد كان يهمنا جدا ان هو ياخد الموافقات الدوليه علشان يقام عليه البطولات العالميه. الحمد لله احنا خدنا الموافقات وعملناها طبقا للتصميم المطلوب، يعني جم فتشوا عن كذا مره وادونا اللايسنس ان احنا نبقى جاهزين، حتى الانوار جم فتشوا عن الانوار هو جاهز باستقبال اي حاجه. احنا كمان عندنا مكونات تانية غير الاستاد، عندنا مجمع السباحه، عندنا سباحه. انا بقول لك القريه الاولمبيه مجمعه اللي هو الاستاد اخر حاجه فيه، مجمع سباحه في صاله المعطرات وملاعب تنس وملاعب تدريب كل ده موجود. سياده الفريق صح؟ على ملعب قناه السويس، هل في انديه اخرى تقدمت بطلبات لخوض مباراتها على استاد قناه السويس؟ لغايه دلوقتي مصر طبعا ما فيهاش غير القناه الاحمر البورسعيدي دوله مدينه من مدن القناه، كان لازم نلبي هذا الطلب عشان الجمهور بتاعهم بدل ما يروح مشوار اطول، يعني 3 ساعات او 4 ساعات مشوار ساعه واحده موجود هنا في نادي مصر ان شاء الله. سياده الفريق لو سمحت، هل هتكون هناك فرص عمل لشباب الاسماعيليه ومدن القناه بالقريه الاولمبيه لقناه السويس؟ والله شوف احنا لغايه دلوقتي احنا ما طرحناش، يعني هنطرحها للمستثمرين طبعا لما يطرح ويرسى على حد ان احنا بندرس دلوقتي العروض دي، اكيد هيبقى في فرصه عمل. انا متخيل ما اقلش عن 1000 واحد ممكن يخدم زي قرار بين اللي عنده 86 فدان. تمام. هل هناك يعني طرح في هيئه قناه السويس ان حضراتكم تعملوا اكاديميات رياضيه متخصصه استغلالا للهيئه؟ تمام. حد يجي ياخذ الموضوع ده سواء يديره او يستثمر فيه او يعمل له السياره بتاعته، احنا يعني هنشغله لكن هنسلمه لحد يدفع يديره، مش كل حاجه احنا بنعملها. تمام. لازم نسيب اصحاب الخبره ان هم يديروا حاجه زي كده، لان هو صح يستاهل ان حد مميز يديرها زي كده. شكرا. شكرا.